اذا وجدت زي ما شفنا قبل شوي في البروبورشن كنترولر مشكلتي في الكي الايرور هون ستيدي ستيت ايرور في الحاله هاي راح يساوي 1 على 1 زائد كي فراح يضل عندي ايرور الحل الوحيد بدي اضل ازيد كي كل ما كبرت كي راح يصير عندي ستيدي ستيت ايرور لكن احنا ممكن نستعمل انتجرال كنترول والانتجرال كنترول اللي بقدر يعمله انتجرال كنترول انه بعمل انتجريشن of the other. إذا أنا جبت هون تيرم جديد للكنترولر هذا كبرت هذا الكنترولر أو غيرته بحيث إنه يعمل انتجريشن للإيرور راح يبدأ يتحسن عندي وراح يغلي ستيدي ستيت إيرور اللي موجود حتى أدخل انتجرال كنترولر صار في هون كي بس هو كله هذا عباره عن انتجريتر بس انتجريتر ما فيش غيره طبعا احنا في الواقع ما بنستخدم انتجريتر لحاله بنستخدم عاده مزيج من ايش؟ بروبورشنال وانتجريتر بي اي بنسميها بي اي خلينا نشوف بس في الحاله هاي بس لغرض دراسه الاي لحاله الانتجرال كنترولر لحاله رح نطلع ونشوف هون لو انا عندي بس انتجرال كنترولر ايش رح يصير بالستدي ستيت ايرور تبع هذا السيستم رح نعرف نفس التعريفات اللي عرفناها قبل شوي قلنا E of S راح يساوي U of S minus C of S وعندي steady state error هو limit of E of S as S approaches zero هو احنا المفروض حكينا هون S من ال final value zero يعني اللي هي E of infinity E of infinity هي steady state error وتساوي limit of S E of S as S approaches زيرو هذا اللي فاينل فاليو زيرو في اس هون ناقصه عندي في الفيديو اللي لسه اذا خلينا نعمل نفس الشيء راح ابسط هذا الكنترولر راح اضرب هذا التيرم في هذا التيرم راح يصير عندي الترانسفير فانكشن تبعت هذا البلوك كله هي كي على اس بتي اس بلس 1 على كي على 1 زائد كي على اس تي اس بلس 1 متذكرين هذا من نيجاتيف فيدباك انا قاعد بوصل من النقطه الكبيره راح اضرب البسط المقام في اس تي او اس بلس 1 وراح يصير عندي 4 كي على اس تي اس بلس 1 بلس كي وتساوي كي على تي اس سكوير بلس اس بلس كي هاي اول خطوه هلا بعدين بدي اطلع الاوتبوت سي او اس سي او اس راح اضرب بس في واحد على اس لانه نفترض انه الانبوت راح يصير عندي هون كي على اس تي اس سكوير بلس اس بلس كي اذا عندي اي او اس راح يساوي واحد على اس اللي هو الانبوت ماينس الاوتبوت اللي هو كي على اس في تي اس سكوير بلس اس بلس كي ويساوي راح اخذ هون مقام مشترك تي اس سكوير بلس اس بلس كي لما بقسمها هون تعطيني تي اس سكوير بلس اس بلس كي ماينس كي راح يصير عندي هون تي اس سكوير بلس اس على اس تي اس سكوير بلس اس بلس كي هلا بدي اخذ هذه صارت عندي هون اي اوف اس اذا الان بدي اخذ ستيدي ستيت ايرور راح يساوي ليميت of S E of S as S approaches zero وتساوي الآن لو ضربت في S راح تشطب ال S مع ال S اللي موجودة تحت مش هيك؟ إيش راح يضل عندي؟ راح يصير عندي limit as S approaches zero of T S squared plus S على T S squared plus S plus K شو بتساوي الآن؟ لما بعوض S zero شو راح تصير؟ هاي راح تصير zero زيرو هاي راح تصير زيرو هذا شو راح يصير؟ يعني انتبهوا هذا زيرو وهذا زيرو بس هذا كي صار عندي زيرو على كي شو بتساوي؟ زيرو زيرو شو النتيجه اللي بنستفيد؟ فيش ستيدي ستيت استطعت انا باستعمال الانتجرال انتجرال تيرم اللي موجود هون انتجرال كنترولر انه لما يدخل عندي ستيب على هذا السيستم اني اتخلص من ستيدي ستيت اذا احد الطرق التخلص من ستيدي ستيت ايرور هي ان استخدم انتجرال كنترولر الانتجرال كنترولر فيه خطوره لانه ايش بضيف الانتجرال كنترولر؟ بضيف عندي ايش راح يضيف عندي الانتجرال كنترولر لحاله؟
شو بضيف؟ البولز زيرو، البولز والزيروز في الاس دومين. هذا عندي ايش؟ عباره عن ايش؟ هذا الترم فيرست ايش بعطيني؟ سكند بول. وين البول؟ بالنيجاتيف الليفت هاند سايد على الريل اكسس. طب هذا شو بضيف لي؟ الاوريجن. والاوريجن هذا فيه مشاكل لانه بدي ادير بالي لو يكون عندي انتجريتر في الاوريجن عمالي بغير الكاركترستيك بالسيستم ممكن يصير السيستم انستيبل. ولذلك في الواقع شو بنستخدم؟ ما بنستخدم اي كنترولر لحاله، شو بستخدم؟ بستخدم بي اي في الواقع. ولذلك كثير من التطبيقات الصناعيه فيها بي اي كنترولرز، بستخدم بي اي بي بروبورشنال، بيوازنوا ما بين الكي فائده الكي واني ما اخليش السيستم انستيبل باستعمال الاي. ولذلك البي اي كنترولر راح يكون شكله بالشكل التالي. راح يكون في عندي تو برانشز، خليني اكبر هاي من هون. لو بدي احول هاي الان لبروبورشنال انتجرال كنترولر بي اي كنترولر راح يصير عندي هون برانش واحد على تي اي اس، مش زي ما حطيتها كي هناك. وتي اي هو المعامل اللي بحول لي قديش بدي انتجرال. هذا راح يضرب هذا هون، راح يصير في عندي سامينج بوينت هون بلس بلس، وكلهم هذول مضروبين في كي بي. هذا عباره عن بي اي كنترول. خلينا نحط خط مقطع بالازرق حوالين. لاحظوا فيزيكلي هلا لما باجي بطلع على الشركه على المصنع اللي انت بتشتغل فيه، هذا ايش؟ هذا شو بيمثل فعليا فيزيكلي؟ السيستم. السيستم الاطلاقي اللي بتحكم فيه، التانك اللي بسخنه او التانك اللي بعبيه مي او اي شيء اللي هون. طب هذا شو بيمثل؟ الكنترولر. هذا الكنترولر اللي انت صممته. انت جيت قلت له انا عبقري زمان، انا مهندس ميكاترونكس وبعرف كيف اصمم الكنترولرز، هي الكنترولر اللي صممته. ورحت جبت فيدباك، جبت سنسر ماخذين مع مش ماخذين ماده اجهزه مجسات، رحت جبت مجسس هون سنسر معين وافترضت ما لهوش ترانسفير فانكشن انه واحد بيضرب في واحد، هذا مش صحيح وبتدرسوا عنه. اخذت هذه السنسر وعملنا لها فيدباك، طرحنا الاثنين من بعض، ركبنا الكنترولر وبعدين راقبنا الريسبونس. اوكي واضح؟ فيزيكلي هذه هي البلانت او السيستم اندر كنترول. هذا الكنترولر، هذا الفيدباك، بس هو الفيدباك مش خط سلك، شو بيكون فعليا في الواقع؟ سنسر. لان انا بدي احول من فيزيكال كوانتيتي، ممكن تكون سرعه، ممكن تكون تمبرتشر، ممكن تكون بريشر، ممكن تكون فورس مثلا، ستريس سترين، عمالي بحولها من هون بحولها لعالم كهربائي. بس احنا للتبسيط حطينا خط او حطينا اتش او اس، واتش او اس بتساوي واحد.